السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بأطفالنا الكرام مرة أخرى في تتمة حرف الجيم. دائما أنذكركم الأوضاع بين حرف الجيم في الكلمة، قلنا هذا الشكل يأتي في أول الكلمة، وحرف الجيم يكتب على هذا الشكل في وسط الكلمة، وعلى هذا الشكل في آخر الكلمة، وهذا الشكل في آخر الكلمة. اليوم إن شاء الله غادي نوري الأطفال ديالنا المستوى الثاني كيفية كيفاش غادي توصل قراءة الجملة التي تتكون من كلمتين فأكثر. عندي هنا الجملة اللي عندي على السبورة تتكون من واحد كلمة الأولى، كلمة الثانية، كلمة الثالثة. غادي نحاول ندير لكم تقطيع ديال كل كلمة بوحدة وتوصلوا القراءة ديال الكلمات. كيفية القراءة، عندي هنايا حرف الدال، حرف الراء، حرف الجيم، ثم حرف التاء. هنايا عندي حرف الجيم، حرف اللام، حرف اللام، حرف الجيم، حرف الميم، حرف اللام، ثم حرف التاء. نحاول نقرا الكلمه ديالي الاولى، الكلمه الثانيه، والكلمه الثالثه حتى اتوصل الى قراءه الجمله بكاملها. حرف الدال مع الفتحه نقراه دا، حرف الراء مع الالف را وفيها الشده، تنقول الشده بان الشده تتمشي مع جميع الحركات الا انها تتزير ديك الحركه. مثلا عندي هنا حرف الراء مع الفتحه را، ولكن مع الشدة نقرأها الراء، الراء مع الألف الراء. حرف الجيم مع الفتحة نقرأه جا، حرف التاء مع الضمة تو. هنا عندي حرف عندي التاء المربوطة عفوا، الأطفال ديالنا من قبل فات قرينا حرف التاء، الأوضاع الأشكال ديال حرف التاء. هنا عندي حرف التاء المربوطة تقرأ مع الضمة تو. حرف الجيم مع الفتحة جا، حرف اللام مع الياء لي، حرف اللام مع كسرتين لين، حرف الجيم هنا مع الفتحة جا، حرف الميم مع الياء تقرأ مي، حرف اللام مع الفتحة نقرأه لا، ثم حرف التاء مع ضمتين نقرأه تن. نحاول نجمع الكلمة ديالي الأولى، دا را جا تو، دا را جا تو، جا لي لين، جا لي لين، جا مي لا تن، جا مي لا تن. نحاول ننطق ميشا الجملة ديالي، دراجة جليل جميلة، دراجة جليل جميلة. ونحاول لأن الثانية، لأن الثالثة هي تتكون من ثلاثة ديال ثلاث كلمات. غادي نحاول نديرو التقطيع، ديرو معايا التقطيع ديال الكلمة. عندي الحرف الأول حرف الجيم، حرف الثاني حرف الميم، ثم حرف اللام، حرف النون، حرف الجيم، حرف الراء، حرف الميم، حرف الشين، حرف الهاء، ثم حرف الحاء. هنا نحاول نقرا الحروف ديالي باش نجمع كل كلمة ديالي حتى توصل إن شاء الله للجملة. حرف الجيم مع الفتحة نقرأه جا، حرف الميم مع الألف ما، حرف اللام مع ضمتين لن، حرف النون مع الفتحة أو عفوا نقرأ بعد الكلمة ديالنا، جا ما لن، جا ما لن. الكلمة الثانية النون مع الفتحة نا، حرف الجيم مع الألف جا مع الضمة، قلنا دائما الشدة يا ودي عفوا الشدة تتزير لنا حرف الحروف كلها الحركات كاملة. عندي هنا حرف الجيم مع الشدة مع الألف نقول جا، ولكن الشدة غتزير نقول جا. حرف الراء مع ضمتين رن، حرف الميم مع الفتحة ما، حرف الشين مع السكون ش، حرف الهاء مع الواو هو، حرف الراء مع ضمتين رن. ونقرأ الجملة ديالي والكلمة ديالي، جا مال، جا مال، نجار مش مشهور، جمال نجار مشهور. وإلى اللقاء في درس